عشت. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم على الخير. لؤي. لؤي. لؤي شنو؟ لؤي ابو محمد. والنعم انك لؤي حبيبي. لؤي، احنا موضوعنا على الاكلات الشعبيه اللي هي الكباب والتكه، وتعرف ان البصره مشهوره بال او العراق ككل مشهوره بهاي الاكلات، التكه والكباب، وهسه دخلت عليها اللحم قص بالدجاج. هذه الاقبال عليها، هاي الاكلات الشعبيه كثره ولا قله؟ والله هسه في الوقت الراهن هو ماكو اطيب من الشوي. يعني احنا البصل نحب الشوي، ما نحب الاكلات الغربيه اللي هسه دخلت الكريسبي واللي والسنيك ولا. احنا متعلمين تكه كباب معلاك، غيرها ابو جه غيرها ما يصير. وهذا كنا يعني، واحنا بعد الوسط ممتاز بهواي امور. لا العفو، طبعا هاي الاكلات الشعبيه موجوده بتركيا بكل مكان، بس كل دوله لها طريقه خاصه يعني بالترتيب. مثلا عندهم الاتراك او باوروبا التكه تكون محمد كبير الشيش مالهم، واعتقد هم يدقونه، هو نفس الموجود عندنا موجود، بس احنا بغير طريقتنا نقص اللحمه او الثلمه صغيره. يعني شو شوف انت، هاي الاكلات منتشره لها رغابه هواي لو قليلين؟ طبعا البصره والعوائل البصريه تموت ما تموت على الشوي، يحبون الشوي، ماكو واحد ما يحب الشوي، له طعام خاص. لا احسن من هذا الاكل الكريسبي ودهن وما شيء، هذا قبالك يشوي يحطه بالشيش يطقه شويه ملح ويشوي لك اياه، وهم صحي بنفس الوقت لانه شوي يعني تكون السعرات الحراريه غاليه، البروتين عالي، احسن بكثير من الاكل الغربي اللي احنا جاي نشوف هسه مع الاسف مطاعمنا ترست انه كله اكل غربي. لا كل اكل له رغابه، بس احنا الاكلات الشعبيه منتشره بالبصره وماخذين عن يعني كتراث، بس هذه الاكلات الغربيه اكلها رغاب، مثلا رغابه مو ككل، بس يعني نسبه الاقبال عليها 20%. الله يهنيك بالاكل هذا حبيبي، مشكور على المداخله، بارك الله فيك. الله يرحمه. السلام عليكم. سلام يا عمر مية ثلبيك، الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه والعافيه. دول قلبك يا عزيزي، الله يخليك. انت محل مال المشويات واكلات شعبيه، اريدك بس تشرح لي شلون مثلا تبدي بالشلون الكباب تعجنه وشلون تسوي بعدين كباب تشوي. تمام. احنا عندنا اللحم ينغسل يتقطع يتصفى يترتب. نعم. الله ينعم عليك. انه بينثرم، انت تخبط القيمه ترشن التتبيلات مالتك عليها مثل الملح المعدنوس. شنو نوع التتبيلات؟ يعني معدنوس احنا نخلي له، وبصل والملح، ونعجنه عجنه حلوه مرتبه تطلع قيمه حلوه مرتبه مثل ما هسه الشاهد. هاي القيمه انا ثارم ها وهاي رشه الملح اللي عليها كملت هسه هي، عرفت شلون؟ انه تبدي تشيش، من تشيش تبردها شوي انه بتشوي بيها على النار طبيعي. انا والتكه لحم بالفرمه، التكه فخاض مال غنم يتقطع يشيش ينشوي هالشكل. من احسن اللحم الغنم لو العجل او الجاموس؟ بالنسبة للكباب يكون خواصر ودوش لحمة. نعم. اي حلو يطلع لي الكباب ومرتب وعليه لي. الغنم. الغنم لا لا العجل، العجل. للكباب. بالشوي سريع. بالشوي حلو ومرتب ويعطيك نكهة وطعم. إضافة عندك التكة أحلى شيء هو التكة عندنا الغنم. أفضل شيء الفخاذ مالت الغنم. يعني بالتكة الغنم. إيه. وبالكباب العجل. أكيد. زين لحم الجاموس. لا ما نشتغله، لا جاموس لا شفيج. ما نشتغل عندنا. زفر؟ مو زفر ما يتلائم ويا شغلنا احنا. آه. احنا يردون من عندنا شغل شيء حلو مرتب، هسه احنا الكباب هذا لا ما تحط عليه ليه ما يطلع بالاطعام الحلوه. لازم الضبطه. نعم. ايه. الرغابه للاكلات الشعبيه يعني شو رايك فيها بالنسبه للمجتمع؟ اوه كثير. كثير كثير، يعني عندنا الكباب مال البصره. نعم. لا يعلى عليه، اضافه للمشاوي الاخرى. يعني بس انت ما تحبون كباب كركوك وكباب سليماني واربيل؟ نحبها بس رقابتها هنا قلت. اي كباب الساطور، كباب الخشخاش. نعم. كثير من عندها العالم تسال عليها تحبها، بس مو كثره يعني من تشتغلها مو الاقبال بكثره مثل الكباب العراقي مالتنا مالت البصر. نعم. اي عليها رغبه قويه. الاسم على الخير. انا محمد سالم، مطعم محمد سالم. والنعم منك محمد، مشكور على المداخله حبيبي، بارك الله فيك. نعم. والله رزقك حبيبي، بارك الله فيك، مشكور.